المنافسه قويه جدا معاك كريم عبد العزيز وكريم عبد العزيز واحمد فهمي وتامر حسني. فانت شايف المنافسه دي ازاي؟ المنافسه كانت زي اي منافسه وزي كل عيد الحمد لله. مصر كلها نجوم كبار ومصر كلها فنانين كبيره, وده حاجه كويسه لينا ان احنا نبان في مصر والعالم العربي ان احنا عندنا افلام كبيره. قال لك فتره بعيده عن السينما 3 4 سنين اكمل. طيب فانا شايف طبعا ان شاء الله الاربع افلام هيكسروا الدنيا, الاربع افلام الناس هتدخلهم, لان احنا كتير يا جماعه جدا والله, احنا كتير والناس عايزه تتبسط وتشوف حاجه حلوه. والميزه الحمد لله ان انا عاجبني الاربع افلام دمهم خفيف, الناس اللي من دول عايز تلحق بدول. امير هيتفرج على فيلم ايه من الافلام التانيه غير المعجزه؟ كلهم والله الاربعه ان شاء الله لو في وقت. طب انت كنت ليك تصريح انك ما بتتفرجش على لما ما بكونش فاضي لما بوصل. ايوه وضح لنا الجمله دي. لا والله كنت مشغول من شهر 10 لشهر 7 فما كنتش بتفرج على التلفزيون, بس كنت في النص بخطف كده في النص لو شفت حاجه حلقه على السوشيال ميديا اشوف حاجه اتفرج عليها. بس الناس فهمت غلط التصريح بعد سوق كامتو. حسين دايما بيهتم بالتفاصيل. حسين مخرج عظيم ومخرج كبير وليه اسم, وانا مبسوط بالتجربه دي طبعا, وان شاء الله مش بقى حاجه, وان شاء الله اللي جاي برضه اتفرج على حاجه كبيره. شايفين ابن حضرتك معانا ممكن يشارك في التجربه معانا؟ لا لا لما يكبر هو يقرر لسه. هو في اعمال تانية قريب بعد العيد ولما نلاقي سيناريو حلو ممكن ملابش يتقدم تاني. لا طبعا.